الشباب السلوي يواجه رسالة لقمر الطائي بعد إلغائها الفولو لابنه. شاهدوا المزيد من التفاصيل. قام والد السلوي بالأمس بالخروج بستوري بعد إلغاء المتابعة بين ابنه وقمر الطائي، وصرح أب الفنان السلوي من خلال هذا الستوري بي: ما بعمرك تحكي عن حدا إنه منيح، احكي كان منيح معي اليوم. النفوس بتتغير والمحبة مؤقتة، الناس أغلبها بتعامل بعضها على حسب احتياجاتها، تتقرب لك نهار تختفي عشرة، والغلطة معهم بألف حساب، بلحظة بيمحوا كل شي منيح عطتهم إياه. اللي بتعامل معك حسب مزاجه، واللي بيتغير عليك بدون سبب، واللي بيأذيك حتى لو بشي بسيط اتغير عليه وبيعه ببلاش، وخليك دايما متوقع اي شي من اي حدا. لن اكون الا كما انا، مبادئي وثقافتي واصلي باذن الله باقية، من احبه سابقى احبه، ومن لا احبه لن احبه، فلا داعي للنفاق. البعض توقع ان هذا الستوري موجه لقمر الطائي، ومن جهة اخرى قمر الطائي قامت بنشر ستوري علقت عليه بي: جد انكم سند الي، ما راح اوفي حقكم، كلامكم الحلو بالخاص ودعمكم الي جد خرافي، وإنكم مهتمين بس فيني وما همكم لا مشاكل ولا أي شي غيري وغير دعمي، انتوا عائلتي الثانية أحبكم. وبهذه الكلمات الجميلة شكرت قمر الطائي كل متابعيها وفانزاتها الذين وقفوا بجانبها في هذه المشكلة. رأيكم أنتم بخصوص هذا الخبر؟